شوي أهم توقعات الفلك لمولود الحمل بالأسبوع الثالث من شهر شباط فبراير 2022. عزيز الحمل، ابتداء من 15 الشهر يعني الثلاثة 15 أو هالأسبوع بيتغير الجو لمصلحتك. ميركور بيدخل لبرج الدلو، بيزودك بأفكار غنية ومزاج لطرق أبواب جديدة. المزاج الجيد بيخليك تشوف حلول للمشاكل وتخوض مفاوضات بناءة جدا أو مصارحة إيجابية بين الثلاثة 15 والأربعة 16. هول يومين كتير مناسبين، بتكتر الملاحظات والانتقادات بعدهم، يعني ابتداء من يوم الخميس 17 ولحديت السبت 19 بيسيطر جو من المواجهات. ربما لازم تحافظ على استقرارك حتى ولو اضطريت لتقديم بعض التضحيات. ما تتوقع الكمال او الامتنان او النجاح المطلق لأعمال لك بين السبت 19 والأحد 20، كون واقعي جدا. هالملاحظات بتشعرك بالحرج بهالفترة، حاول انك تطلع من الوضع بتسوية قبل التنين 21 لانه بتخدمك اللقاءات الاجتماعية المناسبة. بيحمل لك الفلك بعض التعويض ابتداء من السبت 20، ويمكن يحالفك الحظ بمجال عزيز على قلبك، خاصة إذا كنت عم تشتغل بالشأن العام أو إذا كنت تاجر، فهالفترة أفضل من سابقتها. على كل حال بين 17 و20 يعني بين الخميس والأحد في لقاء عاطفي من جهة أو مصالحة عائلية.